خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع بالأمس تابع فيه موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق مع البنك المركزي لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي تابع اجراءات زياده المعروض من السكر في الاسواق، وقال ان الدوله بتعمل حاليا على سد اي فجوه في هذه السلعه، وان الحكومه جاهزه مع البنك المركزي لتدبير موارد النقد الاجنبي المطلوبه لاستيراد مليون طن من السكر. تفاصيل هذه الاخبار واخبار تانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق. وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الإشارة لجهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وده في ضوء ما يتم إتاحته من عملة أجنبية بتسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، خاصة السلع الأساسية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وأشار مدبولي إلى الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي مع توافر الدولار وتحرير سعر الصرف وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكداً أن محافظ البنك المركزي يرسل إلي يومياً حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة وبصورة ملموسة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وأكد مدبولي أنه كنتيجة للخطوات اللي قامت بيها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق تمهيلاً لحدوث توازن في أسعارها. كما أشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعمل حالياً على سد أي فجوة في هذه السلعة، ومؤكداً جاهزية الحكومة جنباً إلى جنب مع البنك المركزي لتوفير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من ملفات عمل وزارة التعاون الدولي وموقف المشروعات التنموية المنفذة من خلال الشراكات الدولية وتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية من أجل دعم أكبر للقطاع الخاص في ظل ما تليه الحكومة المصرية حالياً لتعظيم مساهمة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي وأيضاً في إطار دعم أولويات التنمية الوطنية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة احتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445 هجرية. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة احتفال بذكرى العاشر من رمضان. كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.